سيكون اللقاء الذي سيجمع بين ناديي جوفنتوس الإيطالي ونجوم الدوري الأسترالي يوم الأحد المقبل حدثا مميزا في المسيرة الكروية للنجم الإيطالي المخضرم أليساندرو ديل بييرو، لكنه قد لا يكون الأخير له في مشواره الكروي. ديل بييرو اجتمع يوم الاثنين بزملائه في الدوري الأسترالي خلال المعسكر الذي يقام في مدينة وولونغونغ قبل أن يعلن عن نيته في مواصلة اللعب، وصرح أيضا أنه سيستوجب عليه الآن أن يختار الأفضل بالنسبة له من الفرص التي ستتاح له، لكنه يود أن يواصل لعب كرة القدم. وعن المواجهات التي سيقابل فيها فريقه السابق جوفنتوس علق أيضا: سيكون من الممتع جدا اللعب ضد فريق السابق، سيكون أمرا عظيما ولا أعلم ما سيحدث لأنه سيكون موقفا مميزا فقط.